السلام عليكم. قررت اني افتح موقع حراج وابحث عن مدرب روكت ليج. تعبي سنين يعني ما تغير. فبحثت ولقيت واحد، تواصلت معه ديسكورد وخشيت معه، وهذه هي فكرة المقطع. اذا عجبتكم الفكرة لا تنسوا زر اللايك، واذا متمشترك اشترك، واخليك مع اعلان كايزر. تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج، واذا ما استلمتها خلال 24 ساعة راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايزر. ودك باغراض كريدت، رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفرة عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بيسر قبل ما تشترون. يعطيكم العافية، خليكم على المقطع. يعني ابغى اكون سريع حبه، ما عندي مشكلة. سريع بالكورة ولا في تفرق ردة فعل ولا في ليش؟ ابغى اكون سريع بال يعني اقدر اسوي يعني. فليك اقدر اسوي ذي الاشياء، فهمت؟ عرفت اللي يمشي مثلا كورة فوق السيارة يكون سريع فيها وكذا ويلف بسرعة، ابغى اعرف هذه الاشياء. هذه على حسب سرعة الكورة. طيب تكون سرعة السيارة، يمكن مثلا تكون اسرع من السياره بتروح عليك الكره، عارف؟ اجباري انك تكون مهدي مع الكره، ما يمكن تكون سرعه واحده. لو انا شوف انا الحين ماشي بسرعه واحده مع الكره، لو سرعت انا بسيارتي الكره بتسرع معي، فيا نكون نفس السرعه. يا هذا في الفلكات انا مو ذاك السوداء، لكن اعرف. لا تعرف للبريزي وهذا الاشياء. ايه بس تضغط الرايت تكون سياره زي كذا، تمام؟ اللي على هذا الوجه تلفها وتنزل السياره تحت كذا وتنزلها. اوكي، يعني اول ما الف السياره لازم تكون على من على سطحها، يعني تكون السياره فوق شقله وتلفها مع الرول، انه لازم مع الرول تعطيك لفه بس بسيطه، مو تلفها مره، لا لف بس كذا وتلفها، ما تنزلها باقي بيكون بالكير. انزلها يعني اسوي اير رول بعدين اترك الاير رول وانزل السياره. ايوه بس خليها زي كذا. اوكي، انا لو كملت الرول ما يمدي. يعني الفكره منها انه عشان تاخذ القوه في الفليك وعشان السياره بسرعه، بس تعطيها الفليب كنسل فوق وتحت عشان تصير زي كذا. شوف زي كذا عشان تكون نص يعني. ايوه لو بدونه خلاص تشقلب. فليب ريست تختار المكان حقه بالضبط كذا. الفليب انا ما اعرف لك، تعرف الجنب الواحد اكثر من جنب اكثر من هذه، تخد يمكن يبي لها ديزون يكون خفيف، عارف كم يعني؟ ما ادري كم حامس، انا متعود ديزون ثاني مع الجير، يا انه يكون صار 25 حاطه تسوي جمبر ست عادي. أيوه. بس ابغاك يعني كيف توجه المرمى بعدها. أوه. يعني بعد ما تسوي فليب خل الكره جاي، تمام؟ انت يوم شطها شط على المرمى نفسها، ما تشط على الجهه الثانيه، خليش الكره على المرمى نفسها. سوى الحين على المرمى الخصم، شوف وجع المرمى الخصم، اهدي شويه بعدين اروح اكون تحتها واخذها جنب، جاي معها اكون تحتها، شوف تحت الكرة اخذ جنب. اوكي لو جيت فوقها ما يمديني كذا، باخذ جنب من فوق. لا شوف في البدايه اول شيء استعمل الرول بس خلي عشان خلي سر زي كذا تطير. اي فاهم هذه بالرول عادي اقدر اسويها مثلا. ايوه هذه تسوي بالرول بس عشان تلف بس اضغط الرول حقك كنت تستعمله. هذا بينشب يعني؟ ايه بينشب لك. الو ماشي اوكي. هذا ما ادري وين راح، يعني راح البوس ولا ايش رايك؟ اي راح البوس. تمام خل البوس لينا يبي يفجر. نايس لك. حلوة والله حلوة. حاول تمزح إذا تقدر أو تبلك. حلو تطقها عليها لك. خش خش. حلوة يا ساتر. بخش شايف لك. نايس جول. حلو يا ساتر. خش وأنا بكون وراك. اشكرك والله اني اشكرك. ميت انا ما توقعتك انك تفجر، رحت على البلوك. نايس ترجع يمين. يا ساتر والله صيفها جول. بس عيني يا عيني يا ساتر. صني على النبي. حلو حلو عزيزي والبليد. خش عليك خش عليك. ايوه والله بدون بوست. ما ادري شلون فجرته. حلوه. انا مشكلتي طرت بالايرور رايت وذولي اضيع 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 مره، حتى الايرور العادي بعض الاحيان ترى اضيع. خلاص ما في والله اللي جابها. فيني يسار يا ساتر والله قريت باس. حلوه حلو لك. خذيت بوست اللي عنده. اوكي قهر جول. اوك نص. او سوري نايس يا ساتر. بسم الله لك. حلو
خمن. يا ربنا قول. ايه يا عمري هاش لك مين بلك يا عمري يلخم اللخم. ما في ما في نيد نيد والله عطاه. ايوه جاب ليد. لا يا ساتر بيسجلنا. اخذ بستنى نايس بلوك بلوك امزحها والله حلو. هلا خ ما ادري انت تطق على طول دبل ال انا نيد خذ اليوم البوس لحالك روح روح بس اسكت. نايس نص او بيست اوكي بلوك. نايس بلوك دي ثاني نايس بس. وش ذا النتائج القوية يا ساتر. 4-5 كليك اوكي اوكي. يا ساتر ايش قاعد تصير ما ادري الله بدي من ذي هدف ما لهم يسوون فورفت. والله ما توقعت يطقها جول. اخي اسطورة والله لعبك انك كويس افضل من جيم 3 صراحة. روح عمري اوك عندي عندي يعني نايس حلو يا رب جول حلو بلكت ذا مين جول اوكي والله مدري كيف جت السيارة قلت يمين لخمت انا عندي 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 والله قهر لك حلو بحالك بس امزع نايس يا ساتر المزعه. انزل لي 1 في 1 يا نوب. من هو ذا ايش يقصد؟ يقصد خويه انزل لي 1 في 1 بس ايش متزعلين يا متزعلين يبغى يصدم يبغى ذا والله طيراني تعبان. العاب 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 والله حلو ايزي والبليد ادري بوست كيف كذا الو فات بوست الو روح عليه لك جاز ما اقدر. يا ساتر ناوي اجربه والله والله ناوي اجربه والله حلو لو انه هدف. ناوي الف يمين فجاه اللي جا في وجهي نايس جاب العيد بس نايس روح الو هدفك نايس يا اخي الفينك والله في الطقات انها مو طبيعيه طلع برا كار قرب على خويه قرب على خويه والله حلوه ما معي بوس كثير بس ما هي بطاير الو بيلعب يسار حان ابلك كمان وي يبغى يصدم الحين اوكي راح والله سيري يبي خوي خوي وراك معك بوست انت؟ لا ضرب بس نايس الشوته ما اعطاني مجال والله غريب وقف كذا وحتى بعيد انا قلت بس شوته والله جاني لاق غريب سيارة قامت تتنكس كذا ما ادري ايش جاها ايش فيه يطير على اي شيء؟ ما ادري اخذها اوكي نايس كلوز يا الغبنة لو السيارة لافة حبة بس كان جبتها فيك يا ساتر اوكي ما تبغى ما تبغى تدخل عارفين والله طاير ترى بدون بوست بدون شيء كذا بس اخرب بس يا ساتر والله جابها عندي بعيني عارضة صح لا اوه على بالي بتفنش زيك لك قال
عيني. نايس.